السلام عليكم، كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ما شاء الله يا ربي انا من معكم واحد الخبيزات كيجيو فنين، نقدمهم هكا في الكاسكروت في الفطور، كيجيو غزالين ويعجبوا الوليدات الصغار، ونتمنى يعجبوكم وتابعوا معايا المقادير. بسم الله، عندي هنايا 460 غرام ديال الطحين، تقريبا نص كيلو. عندي هنايا كاس ديال الحليب ونص. عندي هنا جوج معالق كبارين ديال الزبده. عندي هنا معلقه كبيره ديال السنيده. عندي هنا ملحه. عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره، ولا كان الحال السخون من الاحسن نعملوا غير معلقه صغيره. وعندي هنا بيضه. انا من بعد ما دفيت الحليب حيت كان عندي في الثلاجه دفيته شويه، نزيد عليه هاد الخميره، غنزيد سكر سنيده، غنزيد البيضة، غنحركو، دابا غنعمل الملحة. غنزيد الزبدة. ندخل هاد الزبده في الطحين مزيان، هانتوما من بعد ما عملت الطحين والزبده وزدت عليه داك الخليط بالبيض والسكر والخميره، دابا غنخلطو عين شويه هكا بيدي وغنغطيه يختمر شويه. على فكره انا هاد الطحين يعني ما كيشربش، نقدر نزيد شي شويه ديال الطحين. انا عطيتكم 460 غرام، تقدروا تزيدوا حيت على حسب النوعيه ديال الطحين. انا الطحين اللي عندي انا ما كيشربش، هو بقى ليا خفيف. هانتوما من بعد ما دلكتها مزيان، هاي تنديها ونجيبها هكايا، دابا غنغطيها ونخليها تخمر ونرجعو ليكم ان شاء الله. هانتوما بعد ما خمرت العجينة ديالي، عندها ندي بشويه شد الزيت، انا الصراحه شهيت نعملهم هكا صغيرين على شكل طولي.
بعد ما خمروا لي الخبيزات ديالي صراحه الحال بارد. هذيك شعلت الفران شويه، عيد دفا شويه، طفيت عليه ودخلتهم في وسطو حتى خمروا ليا. ودابا خلطت هاد الصفار البيض مع شويه د الحليب وغندهنهم. انا من بعد ما دهنتهم بالصفار ديال البيض دابا غادي نضربهم غير شويه هكا بمقص. ثم على حسب كما بغيت تذوقوهم ماشي مشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا من بعد ما طابوا. ها انتما تبارك الله عطاتني واحد الكميه فنه كثيره الصلاه على النبي، والله الا كيجوا رائعين. ها انتما ها انتما ها انتما لويها كما بغيت، كيجوا بحال البونجات زاهرين الصراحه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وهذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم.